نحن مكملين معكم بفقرات صباحنا غير لليوم ونرمين. صار معنا صبيتين حلوات لهم اخوه ايضا موجودين ضمن المدرسه، حيعرفونا عن حياتهم وعن اسمائهم. بدي اقول لكم صباح الخير ويسعد اوقاتكم، كل عام وانتم بخير. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. معنا رغد ورنا ناجي العجي، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي. انا رغد ناجي العجي، مدرسه بنات الشهداء، صار لي بالمدرسة 8 سنين وهيك تعودنا على جو الرفقة والمدرسة وهيك. رنا قديش لك؟ أنا صار لي من سنة الخامس هون، يعني صار لي 8 سنين بالمدرسة. أول ما إجينا نحن كثير تأقلمنا يعني مع المدرسة، ضلينا سنتين لحتى تأقلمنا شوي، كنا كثير متعلقين بأهلنا، حتى بس رجعنا على البيت كان في لهفة الاشتياق للأهل اللي نحن عندنا هون بالمدرسة. خبرونا صبايا اليوم كيف عم تقضوا وقتكم ضمن المدرسة، ومثل ما ذكرنا كمان في لكم أخوة بنات اثنتين موجودين ضمن المدرسة، كيف عم تقضوا هذا الوقت؟ كيف عم تتعاملوا مع بعض كونكم أخوة؟ يمكن هذا الشيء كثير ساعدكم أنكم تكسروا حاجز وجودكم بمكان ثاني بعيد عن الأهل. صح، نحن هون من المدرسة مع من اكثر، يعني اكثر من حدا جاي من اكثر من محافظه، فكل حدا بيجي بيعطيكي شيء انت لسه ما بتعرفي، فبتعلموكي اكثر من شغلي، من رفقاتي، من انسات، من اي حدا، من اي كادر، فكلياتنا نحن بنقعد سوا، بنقعد نضحك، بنتسلى، بنقضي اوقاتنا تبع مثلا في كورال، في رقصه، تمثيل، في اوقات محدده حتى ننزل نحن نتمرن على هيك شغلات، وبس نرجع بصير نحن بنرجع نتمرن نحن ورفقاتنا فيها. حتى هذا الكورال هو كسر لنا شيء تبع الثقه، يعني نحن صار لنا ثقه بحالنا. ايوه بحالكم. رغد انت اول ثانوي ورنا انت بكالوريا. خلينا نحكي شوي هيك عن الانشطه يلي بتقضوها في وقت اكيد للدراسه، بنعرف انتم متفوقين دراسيا وايضا في مجال وخصوصا بالفتره المسائيه لتنميه المواهب عندكم، شو المجالات يلي بتحبوا انه انتم تنموا مواهبكم فيها؟ رح نبلش من عندك رغد. الكورال غناء يعني، وفي الرقص يعني جمباز وايروبيك، وفي قراءة. قد ايه صار لك خلينا نبلش بالكورال، من ايمتى مبلشة؟ كورال السنة بلشت مع الأستاذ عماد طرقجي، ورقصة صار لي من أول ما أجيت من الثالث لسنة الثامن، بتعسع في إنه أوقات لدراستنا. غير هيك القراءة كمان السنة بلشت. شو القراءة؟ وضحي لنا أكثر. بتحدي موجودين بالمكتبة للتنوية. إيه، بتحدي القراءة العربي. بتحدي القراءة العربي، كثير حبيت الفكرة، وعن الفكرة منهم يعني كثير حلوة، توحي لنشر المعرفة أكثر، والطالب يعني من لما بيكون صغير بيصير عنده معرفة أوسع بكل المجالات. إيه، فأنا اشتركت فيها وهي عبارة عن قراءة 50 كتاب مع فهم واستيعاب، فأنا خلصت 50 كتاب وكثير قريتهم بكل متعة وتشويق. برافو، ثقافة جديدة، الواحد يتعرف على ثقافات جديدة ومجتمعات أكثر يعني. خلونا نحكي اليوم ستي أيار، هذا اليوم العظيم، يوم العطاء والتضحيات، يعني اليوم شو بيعني لرنا ولرغد؟ يعني كيف بتقضوا هذا النهار؟ أكيد في مشاعر وفي أحاسيس بترجع للذاكرة وبترجع للعاطفة أكيد. خبرينا. هلا أول شيء نحن عندنا ستي أيار هو بيعنينا كثير، يعني حتى بي انا كثير قدم كثير شيء مهم للوطن الغالي، امنا سوريا قدم لنا كثير شيء مهم حتى تعلى رايه الوطن. وكمان في مقوله للقائد الخالد حافظ الاسد، ان بلادنا رغم كل المصاعب وكانت قويه وكثيره، وطوال عقدين من الزمن لم يستطع احد ان يفرض عليها هزيمه او يجعلها تتنازل عن ارادتها. وهكذا ستبقى هذه البلد سوريا خالدة وعظيمة. خلينا ايضا نحكي اكثر هيك عن الحالة اللي موجودة بيناتكم، انتم صار لكم سنين موجودين هون، بتتذكروا اول ما اجيتوا الحالة اللي كنتوا فيها، وبعد هي السنوات لما بتشوفوا حدا جاي يمكن بتحاولوا تدعموه، خلونا نحكي عن هي الحالة اكثر. لا انا اول ما اجيت ما ابكي اكيد، انه تاركي الماما، وهي الفكره كثير بتوجعك كطفله صغيره صف ثالث يعني، بس بعدين تاقلمت مع الوضع كجو رفقه وانسات، ومثل ما قلت لك اشتركت بنشاطات يعني، فكسرت كل الحواجز. اي، وبعدين حسيت انه كل حدا يجي انه المدرسه حلوه وهيك، ما خليتهم يحسوا بالشيء اللي حسيت فيه انا. اليوم هيك إذا حبينا ناخذ منكم كلمة لكل الكادر التدريسي الموجود ضمن المدارس، أكيد اليوم يستحقوا كلمة شكر على الجهود يلي عم يقدموها لكم، فشو بتقولوا لهم اليوم؟
انا بقول لهم انه بتشكرهم كثير على الشيء اللي قدموا لي بما انه انا هي اخر سنه لي انا راح اطلع فتكون كثير ذكرى حلوه هون بالمدرسه وانا صار لي من سنه الخامس هون فرح اتذكر كثير كثير كادر نحن عنهم مدرسه على تربيتهم وعلى انه اخلاقهم اللي كانت هنا مستحملينا فيها يعني في حالات نحن كثير بتكون داخل اخلاقنا او شيء فاجباري هم بده يتحملونا فيها هن اهلنا صح هن اهلنا الثاني ورفقاتنا واهلنا وكل شيء فبجهز لهم كثير التحيه اكيد رنا قبل ما نختم انت هلا بكالوريا شو حابه تصيري حاطه ببالك مهنه معينه اي هندسه عمارة ان شاء الله يا رب بالختام بدنا نشكركم لوجودكم اليوم معنا وبنتمنى لكم كل التوفيق والتميز بكل مراحل حياتكم اهلا وسهلا شكرا لكم وموفقين بحياتكم هيك ونشوفكم محققين كل شيء بتحبوه اهلا وسهلا